هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع كلام الرب يسوع.